احنا لسنا كسكان زمالك لسنا ضد المترو ان جنرال، لكن الموضوع انه في مجموعه حاجات، في شركتين قدموا مناقصه، اتنين مناقصه، في مناقصه كانت جايه منحه من الجايكا اللي هي هيئه المعونه اليابانيه بقيمه 700 مليون دولار وما كانوش هيخشوا الزمالك خالص. الدراسه اللي الشركه هيئه المعونه اليابانيه قدمتها ما فيهاش ان المترو يخش الزمالك خالص، كان هيمشي بحيز النيل هيوصل لغايه كوبري امبابا، كانوا هيعملوا صيانه لكوبري امبابا وعلى اساس ان يمشوا المترو بحيزة القطر اللي هو بيتجه الوجه القبلي والصعيد وكده ويخش بعد كده على الكتكان، فما كانوش هيجوا ناحيه الزمالك خالص، لان في كل الشركات البيئه اللي هي مسؤوله عن الحفر اجمعوا قدموا تقارير على ان التربه بتاع الزمالك نفسها ما تستحملش ان يتعمل انفاق او مترو انفاق او اي حاجه خالص. يعني احنا عايشين في عدم امن وامان، ارهاب بسبب مترو الانفاق اللي هيتعمل عندنا. لو حضرتك مشيت في شوارع الزمالك احنا في حصار من دلوقتي، فما بال لما هيبتدي الشغل وهيتنفذ ده طبعا اللي هيبقوا على قيد الحياه من سكان الزمالك، لان احنا حياتنا مهدده بجديه، مش مجرد كلام. ممكن قوي ننزل من بيوتنا نرجع نلاقيها مهدوده، ممكن تتهد على دماغنا بسبب اعمال الحفر. الزمالك مش محتاجه اساسا محطه مترو، وبيقولوا هيتعمل محطتين يعني منتهى الخطوره، وكمان مكان للتهويه، تدمير كامل لحي الزمالك كمباني. والسكان تروح فين يعني لما البيوت تتهد؟ نروح فين؟